كل عام وكل المعلمين بألف خير. سلامت بخير. المعلمون بنات حقيقيون كما قال القائد خالد الراحل الحافظ أسد لروحه السلام. ما نشأت حضارة في هذا الكون إلا وكانت من ضياء معلم. كل عام وكل الأنساب بألف خير. إن شاء الله بضلوا بخير بلدنا وأنساب بلدنا وأساتذة بلدنا وقائدنا بألف خير يا رب. المعلم مثل الفلاح، كيف بيزرع الحبة وبيداريها بعيونه وبيسقيها وبيراعيها مشان تطلع الثمرة، وهي فرحته ونحن بالنسبة لنا هي فرحتنا. ساعة الطالب بيكون بمكان حلو. بدي ارفع اسماء آيات الشكر والتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد المعلم الأول واللي هو قدوتنا. أول طبعا لكل المعلمين كل عام وانت بخير وإن شاء الله دائما بالصحة الله يعطيهم العافية. هاي صرح حضاري، هاي فئة تربوية لازم نكون لحنا قدا وقدور، وإن شاء الله منكمل مشوار سوا كلياتنا. قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولاً.